طبعا في ظل التطورات السريعة اللي تعيشها المرأة السعودية طبعا في عصرها الذهبي، مو إذا نقدر نقول، حنا نقول الآن عصرها الذهبي، أكيد حنتكلم أكثر عن هالموضوع أكيد مع الدكتورة منى المالكي. حياك الله دكتورة منى. أهلا وسهلا فيكم، الله يحييكم. هلا وسهلا دكتورة. نبغى نعرف إيش دور أو كيف تفعل دور ومشاركة المرأة السعودية الآن في المشهد المحلي؟ أول شيء أنا سعيدة أنه كل اللي أمامي سعوديات، وهذا يعني فعلا العصر الذهبي للمرأة السعودية. تفعيل دورنا كان من خلال القرار الجريء والمشروع العظيم في رؤية 2030 هو تمكين المرأة. تمكين المرأة هو مشروع للحاق بما لم تحصل عليه المرأة السعودية سابقا. نحن نعرف ونعلم أنه من أيام معركة تعليم الفتاة السعودية، والحمد لله ربي رزقنا بولاة أمر كانوا بجانب المرأة السعودية. يعني عندما نقول الآن العصر الذهبي للمرأة السعودية، ليس معناه إطلاقا أنه ما كان هناك دور لولاة أمرنا وحكومتنا الرشيدة في دعم المرأة. هذه المعلومة لابد أن تكون واضحة للجيل الحالي، أنه المرأة السعودية مدعومة من قبل ولاة أمرنا منذ البدء، منذ تعليم المرأة السعودية. ولكن كان هناك عقبات في هذا الطريق الطويل للمرأة السعودية. أتى المشروع العظيم، مشروع تمكين المرأة، لوضعها في مكانها ولدعمها، إعطائها نوع من الدعم لتتمكن أكثر، لتكون في موضع مسؤولية وصلاحيات. ما كان ينقص المرأة السعودية سابقا هو صلاحيات معينة إذا مسكت منصب أو مكان كان لابد أن ترجع إلى. الآن ولله الحمد أنا أرى في جامعاتنا، في إداراتنا، وأنتم أعتقد في الإعلام أيضا تعلمون أن المرأة السعودية الآن تملك صلاحيات. وما كانت تحتاجه فعلا المرأة السعودية هو الدعم الذي حصلت عليه من خلال مشروع تمكين المرأة والصلاحيات اللي الحمد لله نتمتع فيها الآن. جميل. يعني أنا دكتورة منى بشوف أنه المرأة السعودية لها دور، أي مرأة في أي مجتمع لها دور أساسي. طبعا بعد دورها كأم، دورها في المجتمع، دفع عجلة التنمية أمامها وأمام جميع الفتيات والسيدات السعوديات. الآن الحمد لله بعد هذا المشروع الكبير اللي أنت ذكرتيه، مشروع الرؤية، تحقيق رؤية 2030 تقوم بشكل كبير على سيدات سعوديات، وإحنا الحمد لله قاعدين نشوف إنجازات. الحلقة هذه مليئة بالإنجازات، أنا ذكرتها كثير من الفرحة والله. فدكتورة منى، إيش هو الدور الأساسي للمرأة السعودية في دفع عجلة التنمية الآن؟ طبعا أنا أذكر هنا حادثة حصلت، إذا سمحتوا لي، كان في لقاء في جريدة عكاظ السعودية مع الكتاب، ماني كاتبة في الجريدة، ومع معالي رئيس مجلس الشورى. كان أيامها قرار انضمام المرأة لمجلس الشورى، تكون عضو في مجلس الشورى. فكان معالي رئيس مجلس الشورى يقول أنه كان عبء أنه أين نجد نساء سعوديات ليكون في مجلس الشورى. المفاجأة أنه وجد أعداد هائلة، وجد قدرات، وجد خبرات، وجد نساء سعوديات يمثلون المملكة حتى في الأمم المتحدة. ونحن نعرف الدورة الأولى كيف كل العالم دهش من وجود المرأة السعودية بهذه القوة. إذن التفعيل والتمكين هذا موجود، وبناتنا الآن في الجامعات، يعني أنا ماني أستاذة جامعية، أجد نماذج مبهر. أنا أتعلم من هذا الجيل الجديد، فما في خوف أبدا أنه كيف نفعل، لأنه القدرة موجودة لدى المرأة السعودية، متعلمة بشكل جميل جدا، حائزة على مهارات، دارسة للغات، وهذا كل ما تريده الرؤية، تريد شباب، تريد لغات، تريد خبرة وثقافة وتعليم. فيعني حقيقي لأني أنا قريبة من هذا المجتمع، بل وأعمل في هذا المجتمع وبجانبي نساء سعوديات رائعات، ونعلم جيل جديد سعودي، فأطمنكم يعني أن المرأة السعودية ستكون محاربة درجة أولى ومقاتلة، وبالعكس هي شريك أساس وفاعل، والكل منتصر. أعتقد أننا لابد أن نتعدى مرحلة المرأة السعودية والرجل السعودي. صحيح. مهتمة جدا بتثبيت فكرة الإنسان السعودي. نحن الآن في حاجة إنسان سعودي ليقفز بهذه الرؤية عنان السماء، مثل ما يريده ويأمله فارس الرؤية وملهمنا جميعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. نحن نعمل الآن على الإنسان السعودي سواء رجل أو امرأة. لكن المرأة من خلال مشروع التمكين مثل ما ذكرت سابقا كانت تحتاج لهذا الدعم، والحمد لله الآن الدعم موجود. طب دكتورة منى، اسمحوا لي بنات، هنا السؤال يعني يطرح نفسه، بما انك قلتي الانسان السعودي، من وجهه نظرك انت دكتوره منى، انت شايفه انه صار في مساواه واضحه جدا بين الرجل والمراه؟ يعني طلبتي انه احنا نقول انسان سعودي. المساواه
هو دائما أي مجتمع حكاية مساواة ومساواة، أنا لا، أنا أقول شريك صحيح لصنع صناعة المجتمع، لأن الرجل له أدوار والمرأة لها أدوار. والله دكتور أنا دائما أرفض الكلمة، يعني كلمة المساواة. نعم، هو أدوار، الدور الذي تقوم به المرأة لا يستطيع القيام به الرجل، صحيح. والرجل الدور الذي يقوم به لا تستطيع المرأة القيام به. المساواة الاجتماعية. نعم، احنا شايفينها الآن واضحة أن المرأة. أنا فهمت قصدك عزيزتي، تقصدين في الحقوق والواجبات وفي الأنظمة. صحيح. هذا هو مشروع الرؤية. صحيح. مشروع الرؤية أن الإنسان السعودي على حد سواء، يعني نحن نعرف الصورة الشهيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله في افتتاح مشروع قطار الحرمين، عندما وقف في منتصف الصورة وعن يمينه الشباب وعن يساره البنات، وكانت هذه الصورة معبرة وتحدثنا فيها عن أنها على حد سواء. نحن كنا نريد الإنسان السعودي أقصد فيه أن يكون في مساواة في الحقوق والأنظمة والتعليمات، صحيح. مثل ما الرجل له حقوق وواجبات ينفذ عليه نظام معين، المرأة كذلك. أيوة. يعني نحن نريد أن نقول إنه المرأة السعودية والرجل السعودي هو الإنسان السعودي الذي تأمل الرؤية في وجوده ويصل إلى عنان السماء ويكون مساوي مساوين في الحقوق والواجبات والأنظمة والقوانين. أنا أتوقع أنه دكتورة منى أي شخص يتحمل هذه المسؤولية في جميع التخصصات سواء كانت محلية أو عالمية هي في مكان تشريف، والإنسان لازم يكون قد هذه الثقة. دائما أقول أنه إذا الدولة فتحت الباب فإحنا الوقود حتى نساعد ونكون من الأسباب لدفع عجلة التنمية، هذه كلمة التعبير الشهيرة. طيب، كان لك مقال بعنوان ليتني امرأة سعودية. نعم. شو قصتها؟ قصته ظريفة وجميلة وفخر لكل امرأة سعودية. طبعا في حفل افتتاح سوق عكاظ هذه السنة، وأوجه تحية إذا سمحتوا لي لهيئة السياحة والتراث الوطني وعلى رأسهم معالي الأستاذ أحمد الخطيب. الفعل الثقافي والفعل الترفيهي والفعل العكاظي السنة هذه كان متميز، يعني أنا أسمي عكاظ السنة هذه بين الأصالة والحداثة، يعني محافظين على روح عكاظ العظيمة وقدموا ما يجذب هذا الزائر لهذا السوق العظيمة. فكنا على مدى 12 سنة فائتة أحضر سوق عكاظ، افتتاح سوق عكاظ، فكان دائما جلوسنا في المنصة الخلفية وما كنا نحضر في المنصة الرئيسية. هذه السنة حضرنا بخلف مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل، وبجانبي مثقفات عربيات من مصر وتونس والمغرب، وكانوا حاضرين البرنامج الثقافي لسوق عكاظ. فسمعت واحدة من صديقاتي يعني من المثقفات تقول والله يا دكتورة منى أنا أتمنى في هذه اللحظة أكون امرأة سعودية. يعني ما تتخيلون وقع هذه الكلمة علي. فيعني سألتها قلت لها طبعا أنتم البلد اللي ما شاء الله تبارك الله يعني أخذتوا الحقوق وإلى آخره، والآن جايين تقولون. قالت نحن فعلا، لكن أنتم اللي حصلتوا عليه في فترة قصيرة احنا حاربنا فيه سنين، فالحمد لله إننا نملك مثل هذه الحكومة الرائعة وولاة أمر واعين لما تحتاجه هذه المرأة. فكلمتها هذه هزتني حقيقة، فقلت لابد انه الكل يفخر بما فخرت فيها انا، يعني حتى يعني اللي جنبها واللي جنبها برضو قالوا هذه يعني ما يحدث في السعوديه الان متقدم مئات الملايين السنوات الضوئيه عن ما يحدث في بلادنا، عن ما يحدث في بلادنا في حقوق المراه بالذات. يعني هم طبعا يعني وما اخفيكم سرا كما كل وحده كانت تتمنى تقول يا ليت عندنا محمد بن سلمان في كل بلد. فهذا الفخر اللي انا حسيت فيه كان ضروري انقله لكل امراه سعوديه، انهم يتمنون انه كل وحده تكون. يعني انا يعني اقول لكم قبل فتره كنا في ملتقيات ومؤتمرات نسافر لها، فكانوا دائما انتم ما تسوقون سيارات، انتم ما عندكم شيء انتم. فطبعا هذا مو عيب ان احنا ما كنا نسوق سياره، انا ما اقول اقول هذا شيء طبيعي انه مع الوقت والحمد لله كل شيء يعني حصل لنا. فلما تاتي امراه عربيه كانت تقول لك تنظر لك بنظره انك اقل منها مكانه، فتاتي في يوم من الايام وتجد جنبك في محفل سعودي عكاظي بهالمستوى، انا فخوره ببلدي وما يعني من انجازات بلدي، وتاتي وتقول لي ليتني امراه سعوديه. اعتقد هذا فخر لكل امراه سعوديه. احنا وصلنا انه انت قد ايش شعرتي بالفخر وقتها؟
دكتورة منى، أحب أسألك، طبعا الحين إحنا كمرأة سعودية حصلت على حقوقها من حكومتنا الرشيد الله يحفظها، ما هو دور المجتمع في دعم المرأة السعودية؟ طبعا المجتمع داعم، والذي يقول عكس ذلك غير صحيح، غير صحيح إطلاقا. يعني نحن كلنا سعوديات طبعا، في الجامعات وفي الإعلام، وأنا أعتقد كل واحدة في كنا وراها أب يفخر فيها وأخ معتز فيها. وقبل ذلك كله عندنا قصة رائعة من المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن يرحمه الله، عندما قال كان دائما يعتزي ويقول وأنا خنورة. صح صحيح. يعني هذا الشيء ترى في المجتمع السعودي أنه يفخر. أنا جدي الله يرحمه وفره دائما يقول وأنا أخو شريفة. يعني أنا تربيت في مجتمع كان يرى المرأة ما هي عيب ولا هي صحيح. إحنا ممكن يعني كان يعني تعرضنا للأسف للاختطاف فترة وتلوثنا بأفكار غير صحيحة عن مجتمعنا إطلاقا. ليش تعرضنا لهذا التلوث؟ هذه له أسباب عديدة، لكن في النهاية الحمد لله خرجنا من النفق وأصبحنا الآن يعني أي رجل سعودي يفخر بابنته بزوجته طبعاً. ويعني وعلى فكرة الابتعاث هذا فكرة الابتعاث أنه الأب والزوج والابن حريص أنه بنته تبتعث. يعني هذه الإشارات والعلامات والدلالات في مجتمعنا السعودي لابد أن نرد على من يقول عكس ذلك، أنه مجتمعنا لا يرضى بهذا الذي يحدث للمرأة السعودية أبدا، هذا غير صحيح. صحيح، وكل رجل سعودي يفخر بزوجته أو ابنته، وهذا ما نشاهده. طبعا هذا مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، النساء شقائق الرجال طبعاً. ومجتمعنا متدين بالفطرة، يعني صح. ما نحتاج أفكار تجينا يعني تأتينا من الخارج فتملي علينا، لا، نحن كمجتمع وأؤكد لك أننا في مجتمع متسامح جدا مع المرأة أكيد. بالعكس ويدعمها صح. وما كنا أبدا إلا نتاج تربية آباء صحيح. مؤمنين بأدوارنا في المجتمع والحمد لله. هذا دعم رائع صراحة، يعني الواحد يفخر في بناته أو خواته أو أمهاته. يعني هذا شيء زي ما تفضلتي حضرتك يعني كان موجود أو موجود حاليا عفوا، لكن لما تكلمتي عن في المقال حقك تكلمتي عن بعض التنمر أو من خلف الشبك وأقتبس، فأنا ما أعرف إذا هذا له تأثير أو تحسين أنه مجرد يعني شيء وحصل يعني حقيقة وحصلت. طبعا أنا أقول دائما مجتمعنا واعي ومحب وقوي ومحب طبعاً. لقيادته صح. نحن دائما قيادتنا منا وفينا، ما هو شيء مفروض علينا أكيد. منا وفينا. وأنا كنت أحضر دائما في مؤتمرات وملتقيات مع صاحبات سمو ملكي، كنا لا نحس أبدا بالفرق بيننا وبينهن، بالعكس متعاونات. يعني أذكر صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي كانت رئيسة جمعية فتاة ثقيف الطائف، وكان عندنا احتفال للأيتام، أنا رأيتها بعيني وهي يعني تساعد اليتيمات وتؤكلهن. فالصيحات التي تأتي من خلف الشبك عن المرأة وما المرأة السعودية صحيح. والمرأة السعودية والتقليل من شأنها أو تعرضها لأي حالات من حالات التهميش والإقصاء أبدا غير صحيح. والدليل نحن الآن المتواجدات، وأنا ذكرت في مقالي وقلت في النهاية في المقال أننا واجب على كل امرأة سعودية الآن من موقعها، سواء كانت في الجامعة، سواء كانت معلمة، سواء كانت إعلامية تملك منبر، إنها تكتب عن هذا الوضع. وطبعا الحمد لله بناتنا الآن مدونات وفي صفحات في تويتر وفي الفيسبوك وفي بيكتبون عن المرأة السعودية. فطبعا دائما كل صاحب نعمة محسود أكيد. فنحن محسودات يعني أكيد. وهذا شيء طبيعي، يعني لأنه ما اللي تجد الآن المرأة السعودية يفوق خيال اي حاسد او حاقد. يعني دكتوره منى احنا حاسين فيه، لانه احنا سيدات سعوديات وعايشين في هذا المجتمع وعارفين الحمد لله كل قرار بيجي او اغلب القرارات اللي بتجي بتكون تصب في صالح المراه السعوديه، اذا ما كانت 100% فهي 99%. الحمد لله. ولكن دكتوره منى كذا عشان نختم معاكي على السريع، الصوره النمطيه للمراه السعوديه اللي تقريبا ازيلت، ايش رايك فيها الان وايش تحب توجهي كلمه لطالباتك الجامعيات بخصوص هذه الصوره النمطيه، كيف يقدروا يواجهوها؟ الصوره النمطيه للمراه السعوديه تختلف، يعني كانوا يعني كانت الصوره النمطيه للمراه السعوديه مغلقه ومهمشه صحيح. وكان يقول ان المراه السعوديه يعني منفلته خارج الحدود مثلا.
غير صحيح إطلاقا. وأنا هنا أستعير كلمة صاحبة السمو الملك الأميرة ريما بنت بندر السلطان سفيرتنا في واشنطن عندما قالت أنا أرتدي هذا الحجاب بهذه الطريقة وغيري يرتديه بهذه الطريقة. صحيح. وغيري تغطي وجهها لكن لابد أن نحترم خيارات الآخر. صحيح. المجتمع السعودي في هذه النقطة صدقين وثقوا تماما أنه يحترم خيارات الآخر. صحيح. كل امرأة سعودية بما ترتديه وبما تؤديه وبما تفعله هذا خيارها الشخصي طالما أن هذا الخيار لا يتعدى على حريات الآخرين. صحيح. فإذا هذه الصورة النمطية السابقة التي تفضلت عنها موجودة ولابد نحترمها، نحترم كل واحدة وما ترتديه ونحترم خياراتها طالما أن هذا الخيار خيارها وتحترم خياراتي أنا أيضا. صحيح. وهذا هو قمة التسامح وهذا هو المجتمع السعودي. أكيد. الحقيقي. يعطيك العافية دكتورة منى المالكي، شرفتينا ونورتينا اليوم ونشكرك. صحيح. على المعلومات القيمة والرائعة اللي أعطيتينا إياها. صحيح. وبكذا نختم حلقتنا لليوم ونشوفكم على خير.